وزي ما قلنا، بما ان الدنيا كوره، الدنيا كوره مش بس في مصر، الدنيا كوره في العالم كله، فانت هتلاقي انه الصحافه الرياضيه هي المتربعه على العرش الان، ويبدو انه العالم كله حس انه عايز يلتقط الانفاس. يعني لما بتبقى انت امام ازمات كثيره جدا خاصه الاقتصاديه، بتبقى الكوره احيانا بديل مريح جدا. ليه؟ لانه انت بتشجع، في حماس، في رياضه، في طاقه، في تجمعات، في اجواء، في ناس بتتبسط، في ناس بتشجع اللعبه الحلوه، في ناس بتشجع فرق، وبعدين الكوره مفاجآت تاخدك في كل حته. لكن على هامش الكوره ومفاجآت الكوره وتحديدا كاس العالم، بيبقى في حاجات لطيفه جدا، بيبقى في جمهور، بيبقى في لافتات، في لقطات. فمثلا عندنا هنا صور المدرجات اللقطات اللي العدسه الكاميرا بتلتقطها، الجمهور، الجميلات، المدربين، لقطه في الكوره، لقطه في الكواليس، لاعب، جول كيبر بيعمل حاجه، المهم يعني كل ده كان عين المصور الصحفي اللي بيقدر يصطاد بالكاميرا زي ما بيقولوا اللقطه الحلوه، زي اللقطه اللي انتم شايفينها دي، لقطه مشجعه طبعا بتشجع، وازاي الناس بتقدر تشجع بهذا الجمال طبعا. وخصوصا خدوا بالكم في المباريات اللي فيها اسبانيا والارجنتين والحاجات دي، كان فيها الحقيقه مجهود كبير. بصوا الجمال حلو قوي. في مصور الصحفي فريد قطب اللي عنده لقطات مميزه، خلينا نسلم عليه ونقول له مساء الخير. استاذ فريد، مساء الخير. مساء النور. لا تعلي صوتك، هو انت في المدرج ولا ايه؟ ايوه انا بصور مصر، البرازيل وصربيا. انت بتصور البرازيل وصربيا دلوقتي؟ طب الاخبار ايه؟ انا عارفه ان لسه في تعادل. لا لسه 1-0. 1-0. واحد البرازيل. طيب تمام، لسه وانتي بتتكلمي دخل الجون، يعني دخل الجون، وشي حلو على البرازيل، هي الناس كلها عايزه. طيب خد بالك انه الفرق الكبيره الناس منتظراها، بنتكلم برازيل، ارجنتين، المانيا، فرنسا، فكده البرازيل ايه بتعمل، يعني ايه بتحاول ترجع للمعادله بقى، في فرنسا والبرازيل دلوقتي فايزين. كلمني بقى على اللقطات، من شويه كان في كده لقطة للجمهور، وانت لقطت لقطات لطيفة جدا للجمهور. بشكل عام كلمني السنة دي اللقطات شكلها عاملة ازاي، او الاجواء عاملة ازاي؟ طالما حضرتك جبت سيرة المنتخبات الكبار، فحضرتك قلت منتخب الارجنتين، يعني انا بالنسبة لي اهم ماتش صورته حتى الان هو ماتش الارجنتين والسعودية. ده كان ماتش يعني طبعا ليونيل ميسي يعني حظه سيء معاه، يعني لما صورته في كاس العالم في روسيا 2018 صورته برضه اثناء هزيمه ثقيله جدا من منتخب فرنسا. انت اعتقد صورته وهو ماسك راسه ومش متخيل الهزيمه الفظيعه دي. بالظبط. يعني يعني افضل صوره بالنسبه لي صورتها الصوره اللي هو اللي صاحب الهدف الاول في منتخب السعوديه، وهو الصوره كده وهو بيزقر قدام وش ميسي. ايوه الصوره عندي على الشاشه، الصورة دلوقتي عندي على الشاشة. هي الصورة مليئة الصراحة. انا بالنسبة لي الصورة دي يعني انا خلصت الصورة بقى، خلاص اروع بقى الحمد لله، يعني طبعا بهرج يعني لسه قاعد. فلا طبعا الصورة دي انا حاببها جدا، حاببها جدا الحمد لله. الصورة عبرت عن يعني المباراة واتلخصت، والحمد لله يعني اتنقلت يعني عبر الوكالات وعبر الصحف العالمية الحمد لله، ودي حاجة يعني بسطتني جدا طبعا. لانه خد بالك الصوره يعني، وهنرجع لها تاني، الصوره هنا هي يعني اجابت كل حاجه، المواجهه ما بين الفريق السعودي والارجنتيني، والمواجهه اللي هو زي ما بنقول تيتا تيت، يعني اذا انت الارجنتين فانا السعوديه، يعني وانا كمان كسبت، يعني فانا قد المواجهه. فالصوره الحقيقه كانت بتقدم اجابه عن النتيجه كمان يعني. طب بعد الفوز هل عملت بقى لقطات تانية؟ لأنه الحقيقة التشجيع كان عظيم للأخضر زي ما بيقولوا، والجمهور السعودي والجمهور العربي اللي انضم إلى الجمهور السعودي، فكان فيه الحقيقة كواليس حلوة قوي. هو الجمهور السعودي جميل جدا ودمه خفيف، حتى كمان في تشجيعه وطريقة يعني دعمه للفرق، وده كمان فبس ولا يعني طبعا في طبعا صور فرحة وصور سعادة، حتى كمان خارج المدرجات الرقص رأس وسعادة من كل المنتخب السعودي وجماهيره، يعني بصراحة طبعا أكيد يعني لا توصف بالمرة. إن يعني السعودية قالت للأرجنتين أنا بابا يالا، يعني أيوه طبعا. وبعدين إذا كانت الأرجنتين بترقص التانجو، فالسعودية بترقص على الدفوف والرقص الخليجي الجميل. طيب خليني أقول لك يعني، وإحنا معاك كده، إيه أكتر جمهور لغاية دلوقتي أنت حاسس إنه كان مختلف في الملعب؟
والله هو حتى الان يعني هنتكلم على البطوله دي ولا بشكل عام كفريق؟ يعني بنتكلم على البطوله دي، خلينا في كاس العالم. البطوله دي حتى الان الجمهور المغربي عظيم جدا. الايه؟ عظيم جدا. صور الجمهور المغربي. الجمهور المغربي المغربي. مباراه كرواتيا والمغرب شيء عظمه، الجمهور كله بيهتف نفس واحد، كلهم فاهمين قوي. فيعني لا يعني حتى الان هو اكثر جمهور منظم جدا، وطبعا ياتي في المرتبه الثانيه يعني الجمهور السعودي الصراحه. جمهور ايه معلش؟ وده السعودي. طيب انا كمان عندي صور على الشاشه لاحدى طبعا الـ 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 المشاركات ومن الجمهور في كوستاريكا، واللي هي حاطه زي طاووس او حاجه. الصوره دي معبره جدا. دي هم صراحه الـ انا بعتبر كاس العالم بيكون زي عرض ازياء طبعا، عرض لبس تقليدي، وكل واحد بيتكلم عن ثقافته وبيعرف ثقافته. ده حقيقي جدا. ثقافه كمان كل واحد بيعرض ثقافته، عاداته، تقاليده، الالوان اللي بيحبها، لانه كمان كلهم يعني في انفعال. بص الالوان الحقيقه كلهم منفعلين بالالوان طبعا اللي ماشيه مع اللون بتاع الفريق بتاعهم اصلا يعني. بالظبط. كلمني على الجمهور البرازيلي النهارده عامل ايه؟ الايه يا فندم؟ الجمهور البرازيلي. والله هو انا عشان خاطر لا طبعا هو الجمهور طبعا عظيم جدا، وانا واقف في استاد لاسيل يعني شيء عظمه، والملعب حقيقي مليان مليان جدا جدا يعني، وطبعا كرنفالات ومفرحين مبهجين، لبسهم حلو، تشجيعهم حلو، لا شيء عظيم جدا. اكيد. ايه المفاجآت اللي انت متوقع ان الكاميرا بتاعتك تلقطها زي اللقطه بتاعت ميسي وايضا الفريق السعودي؟ لا هو انا الصراحه ما اتوقع ان انا كل ماتش بقول يا رب، يعني هو ربنا اللي بيرزق، بقول يا رب ارزق. يعني النهارده مثلا ربنا بدأ مثلا زميلنا احمد جمعه بصوره عبقريه جدا بماتش البرتغال و رونالدو، صوره حلوه جدا مع فرحه الهدف، وفي الخلفيه يظهر يعني ميسي كانه هو يعني فرحان له بالهدف ودخول التاريخ. أكيد. انا ما خدتهاش، هي الحاجات بتبقى يعني هو طبعا هي وليده اللحظه، وانت بتبقى جاهز، هي وليده اللحظه يعني، هنا المهاره والحرفيه. المصور الصحفي فريد قطب، اتمنى لك متعه في كاس العالم، واتمنى لك ان شاء الله انه الكاميرا بتاعتك تلتقط ايضا مفاجآت كتيره نقدر نتكلم عليها. بشكرك شكرا جزيلا، واسيبك تكمل المباراه البرازيل وصربيا اللي موجوده دلوقتي على الهواء. زي ما بنرجع ونقول، انت في كاس العالم كمان بتلتقي مع الثقافات، فدي بتبقى فرصه، بتسمع اغاني، بتسمع غنى، بتسمع ثقافه، بتسمع تشجيع، بتشوف الوان المشجعين، بتشوف عادات وتقاليد، لان كل واحد بينقل عاداته وتقاليده. يعني في ناس مثلا كانت بتعلق على الاسماء، يعني مثلا في كرواتيا لما ماريديتش والجزء الاخير من الاسم اتش، وهي زي ابن حاجه، زي مثلا ابو محمد او ابو حسنين، فهم من زمان بيسموا كده، فبقى ده مرتبط، فالناس بدات تعرف معلومات. ودي فرصه بالذات لما يكون معانا اولادنا والولاد الصغيرين، فرصه كده من غير ما تحس بما انهم بيتفرجوا على الكوره، ندخل شوية ثقافة ونتكلم على عادات وتقاليد. دي أحلى حاجة الرياضة بتعملها، إن إحنا نروح لعوالم أخرى ونشوف الثقافات المختلفة بتاعتها.